كيقولوا لهم غتدخلوا للمسيحيه غديوكم لاوروبا غتمشيو طلبوا اللجوء غتعيشوا على حساب الكنيسه غديروا غتفعلوا. انا راه الخيريه قالوا لي جي هزي بنتك ولا هزي بنتك ولا غنعطيوها وانا بغيتكم تعاونوني حيت الما عاونتونيش غندير شي كارثه وانا لا مت غندي معايا بنتي راه ما نخليهاش في هاد البلاد وما نخليهاش معاكم حيت عارفه بنتي شنو غادي تواجه ما واجهش تواجه نفس المصير وانا هاد الجمعيات اختي كيشدوا الدراري وكيطلقوا الامهات في الزنقه باش يزيدوا ولدوا لهم الاولاد ويعاودوا يبيعوا يشرو فيهم. انا كنقول الحقيقه وهادي حقيقه خاص يعرفها العالم كامل. انا ماشي مشركه انا ماشي خايبه انا عيسى انا بنتي غتضيع مني اليوم ولا غدا ولا غنضيع انا وياها. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي مرحبا بكم. اليوم معنا الأخت هند، هند الملقبة بجوليا ستار اللي كتذكروها كاملين، كان دازت معنا واحد الفيديو ولكن ما كملتش لنا القصة كاملة وأنا وعدتكم بالحقيقة كاملة. اليوم جات تعاود لنا القصة والحقيقة كاملة كيفاش هي تعرضات للنصب بسبب مافيات كيتاجروا في الدين. مرحبا بك أخت هند. مرحبا بك. عاودي لينا كيفاش اول مره غادي تسمعي بهذاك العالم ديال التنصير العالم ديال التبشير وشرحي لنا شنو هو هادشي. انا مشيت فيه في 2009 تعرفت على واحد المجموعه ديال المسيحيين المغاربه وقنعوني باش ندخل المسيحيه واخا انا ما كنتش مقتنعه مزيان ولكن كنت باغا نشوف هذاك العالم. في الاخر اكتشفت بانهم مجموعه ديال النصابه قبل خلينا من مجموعه ديال النصابه ديك الوقت كيفاش كانت الحاله النفسيه ديالك والحاله الاجتماعيه ديالك والماديه؟ انا الحاله الاجتماعيه ديالي كانت صعيبه بزاف. انايا كنت كن انا من صغري عندي 15 عام كنت كنبات غير في الزنقه كنت كنبات في الزنقه حيت ما عندي حتى شي ورقه كتثبت الهويه ديالي ما عندي لا لاكارت ناسيونال لا حاله مدنيه لا والو. وقف معايا طبيب في الجديده ملي ولدت بنتي الاولى وقف معايا طبيب باش صوبت الحاله المدنيه وعطاوني اسم وما عطاونيش اسم الاب عطاوني اسم عادي. خليني باش نشرح للمشاهد قبل ما نوصلوا لبنتك. انت واحد الانسان انت كنتي طفله متخلى عنها او يتيمه ما عارفينش لانك انت ما عرفاش الحقيقه ما عرفاش والديك مزيان. كبرتي في دور الرعايه ديال الدوله. ملي كبرتي وصلتي لواحد لاش كيقولوا لك صافي السلام عليكم باي باي خصك تعتمدي على نفسك. من تما بدات المعاناه ديال هند. انا كنت عارفه ما غادي يخرجوني والو. انا هربت عندي 15 عام وتكرفست بزاف تكرفص حتى شي واحد ما تدخل واعتقني وانا عندي 15 عام كيشوفوا انسانه ما عندها حتى شي ورقه كدور في هذه الدنيا حتى واحد ما كيشوف فيها حتى واحد كلشي ناعس انتي ناعس في ديورهم وانا ناعسه في البرد حتى واحد ما حن فيا حتى واحد ما عقل عليا. لهم تكوني انتيا سهله باش يصطادوك هاد المافيات غنسميهم مافيات ديال الاتجار بالدين. كنتي سهله بالنسبه لهم حيت واقيلا كيف ما شرحتي لي في الكواليس هما كيقلبوا على هاد الناس سواء العقول الضعيفة أو شي وحدين اللي الحالة المادية ديالهم ناقصة شوية باش هما كيستغلوهم لأغراض أخرى. هما كيستغلوا بزاف ديال الفئات أنا والشباب اللي ما عندوش العائلات الضعافة الناس اللي ما عندهمش كيستغلوهم. أنا كيقولوا لهم غتدخلوا للمسيحية غديوكم لأوروبا غتمشيو طلبوا اللجوء غتعيشوا على حساب الكنيسة غديروا غتفعلوا. أي واحد كيحلم بهذا الشيء كذب عليك الكذاب أختي حتى شي واحد مكره يزيد من هنايا. يعني لدرجة كيوصلوا معكم للتعميد. بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش التعميد أو التعميد هي أنك بحال عند الإسلام كتشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وبالتالي كيتم الدخول ديالك للاسلام فبالتعميد هذه هي الطقوس اللي كيديروا باش الانسان يدخل النصرانيه او المسيحيه. هذا الشيء اللي قلتي لينا كيصرى عندنا هنا في المغرب طبيعه الحال اختي كيوقع غير هو عندك من عام
انا كانت عندي 19 عام. يعني باقا طايشه باقا ما عارفاش. 19 عام. تعرفتي على الزوج ديالك من بعد؟ اختي ضيعت راسي انا، يا ضيعوني، ضعت انا، ضعت في راسي، ضعت حتى في نفسيتي، ضعت. انا مرضت وبغيت نداوى. انا جاني دابا ما عرفتش راسي، وليت موسوسه، ما كنعش بالليل. قلتي لي دائما كتعيطي لي في التليفون تقول لي انا خايفه، كنتلقى تهديدات كل مره، كيقولوا لي غنديروا لك هذه، غنديروا لك هذه. علاش؟ لانك انت ما بقيتيش باغا تبقاي معاهم ملي فقتي وعقتي ووعيتي. والحمد لله سيدي ربي نور لك الطريق ديالك، ما خلاوكش. ما جاوني تهديدات على شكل نصائح. راه بنادم ما كيجيكش فاس، راه ما عرفتش كاين اللي كيدخل. ناس عيطوا لي كينصحوني، كيقولوا لك كينصحوك باش تسكتي، باش تبعدي على هذا الشيء. انا كيفاش غادي نبعد على هذا الشيء وانا كنبين غير الحقيقه؟ انا ما كنكذب على حتى شي واحد، انا كنبين غير الحقيقه. خلينا في الكنائس، كاينين في هذه الكنائس في الدار البيضاء، فين في المدن اللي كاينين في هذه الكنائس اللي كيقوموا بهذا العمل؟ كاينين في كازا، اكادير، اكادير كاينين بزاف، في الرباط، جديده، مكناس، فاس، فين ما مشيتي. فهمت منك، قلتي لي كيستقطبوا الشباب او المراهقين اكثريه، كيصوروكم عن طريق الفيديو فاش كتكونوا في الكنيسه، ملي كتكونوا كديروا الشعائر الدينيه المسيحيه. علاش كتكون مقابل من بعد؟ كيكون مقابل حيت كيخلصوا لك كل شيء، بحال غادا لشي كونفيرونس مخلصين لك كل شيء، السكنه، كل شيء، جيبك عامر، فلوس ديال التران، كل شيء مخلص. انت شافت انها ما غاديش تبقى في الزنقه، غتلقى ما تاكل ما تشرب وفين تنعس، قالت نمشي معاهم. ربما منك عدد. مني بزاف، راه كاينين بزاف، راه كاينين مني عدد. ناس دمروا، انا دمروني، انا دمروا لي حياتي. انا ما بقيتش عارفه راسي دابا انا شنو، باش غنهضر؟ انا اللي كيشوفوني المشاهدين وكيقولوا غيقولوا عليا شي حاجه ولا غادي يعايروني، انا ما تعايرونيش، انا ما دايره حتى شي حاجه. انا تقولبت، انا كلشي ضحك عليا، انا مرضت، انا بغيت شي حد يوقف معايا نداوى. انا درت ولا عندي هي العصا. انا مرضتي نفسيا، وليتي مخربقه. انا وليت باغا غنكبر بنتي، ما بقيت طالبه حتى شي حاجه من هذا العالم. انا بغيت نكبر غير بنتي ونقريها ونوصلها، ولا بغات الموت شي هتجي. شنو تبغي تنصحي المشاهدين لان عندهم وليداتهم مراهقين باقيين شباب، شنو تبغي تقولي لهم هما اليوم كيشوفوك؟ شنو تنصحيهم من هاد الناس، هاد المافيات اللي كيفاش كيستدرجوا الناس، كيفاش كيبداو معك اول مره؟ شنو كيقولوا لك؟ واش كيجيوك من الدقه الاولى كيجيوك نيشان ولا كيفاش؟ هما بنادم، هما كيدايرين، هما دايرين لي لونس في الفيسبوك ودايرين المواقع ديالهم وكيدخلوا، هما كيناشرين داكشي ديالهم، كاين النوامر ديالهم دايرينهم متاحه في الواتساب في لي باج ديالهم، كتواصلي معاهم كيستقطبوك، تيقول لك شنو غنساعدوك، شنو المشكل ديالك، هادي ما هادي، كيبقاو عليك صافي. كاين اللي كيتشكى من دارهم كيقولك دارنا عرفوني، هو راه ما مؤمن ما والو، راه كاين اللي ما مسيحي ما حتى شي حاجه، راه غير داخل باش يصوفي راسو، باش يصوفي راسو. انا مشيت بغيت نصوفي راسي، بغيت نصوفي راسي حيت انا داكشي اللي دزت منه ما دازتش منه شي بنت لمراه تكون كيما بغات تكون. شتي ديك الخانزات ديال الزنقه اللي كيديعوا في الزنقه، راه ملي كتديع في الزنقه تتعيا كتمشي تشكى في دارهم. انا راه ما كنتش كنلقى فين نمشي. انا راه خداو ليا ولادي وضيعوا لي في ولادي. انا راه ولدت بنتي عندها 19 عام ووقف معايا غير طبيب في الجديده اللي صاوب ليا الحاله المدنيه وصاوب ليا لاكارت ناسيونال. انا راه الخيريه قالوا ليا جي هزي بنتك ولا هزي بنتك ولا غنعطيوها. قلت لهم ما عنديش فين نديرها، ما عنديش حتى لاكارت ناسيونال باش غادي ندخل انا وياها لوطيل. كيقول لي ما عندنا ما نديروا لك، غادي نعطيوها. تعالي تشوف. لقيتي صعوبه حتى باش تصايبي لاكارت ناسيونال؟ اختي لقيت صعوبه، صعوبه في هذه البلاد، صعوبه اختي باش تصاوبي شي حاجه. لقيت مشكل، لقيت مشكل اختي مع كل شيء، حتى واحد ما وقف معايا. انا دابا انا مشكل، انا مشكل ماشي ديالي انا دابا. انا داز عليا التران، انا مشى عليا التران. انا شوفي بنتي عندها 4 سنين، خاصها تقرا، خاصها ترتاح، خاصها. انا بغيت شي حد يعاونني على بنتي. انا بغيت، ما بغيتش هاد الجمعيات ديال الجمعيات اللي قلتي لي دقيت الباب ديال الجمعيات. شنو كان الجواب ديالها؟ ما كيتسوقوكش، كياخذوا من عندك لي دوني ديالك وكيقولوا لك سيري اختي بركي ليها. كتبقاي تسناي 4 السوايع 3 السوايع حتى كتعياي وكتمشي على خاطرك. فهمتي؟ عصابه اختي دايرين، عصابه.
انا ما بغيتش جمعيه حقوق المراه ولا حقوق الطفل اللي كتجي دوك الفروع دوك المتطفلين. انا بغيت جمعيه حقوق الانسان كبيره، وانا بغيت اليونيسف تكلف بليا ببنتي، وانا بغيتكم تعاونوني حيت ما عاونتونيش غندير شي كارثه، وانا الا مت غندي معايا بنتي، ما نخليهاش في هاد البلاد وما نخليهاش معاكم. حتى عارفه بنتي شنو غادا تواجه، ما غاديش تواجه نفس المصير، وانا عارفه راسي غادا نموت قد اليوم قد غدا، ولكن بنتي راه غندي معايا. خاصكم توقفوا معايا، خاصكم ديروا معايا شي حل. انا ما يمكنش الطفوله ديالي عشتها خايبه، ونزيد لادوليسونس ديالي عشتها خايبه، ونزيد حتى لدابا حتى لاخر العمر ديالي وعندي مسؤوليه ونعيش بحال هكا. ما يمكنش، راه ما يتقبل ربي لا عبدو. هاد البلاد اللي تحكرت فيها انا خاصني تشوفوا لي شي حل، على الاقل يجي ولادي يلقاوني بخير. بنتي عندها 14 عام ما عارفاش فين كاينه، ولدي عنده 15 عام. بنتي كديرها 14 عام قلتي لي ما عرفتيهم واش باعوها لك؟ هاهي كاينه. عاودي لينا كيفاش القصه ديال بنتك اللي عندها 14 عام وقلتي لي باعوها لك؟ استثمروا في بنت. جاوا عندي اختي في الخيريه كانت كتمشي كنرضعها، حطيتها وحط لي الدكتور هو اللي وقف معايا، هو اللي صاوب لي الحاله المدنيه من هذا البربر. كنشكرو بزاف هذاك الطبيب اللي وقف معايا وقال لي شوفي غنصاوب لك الحاله المدنيه، وصاوب لي الحاله المدنيه، وعطاني واحد السيد عنده سياره التعليم عطاني شهاده السكنه لجدي. حتى واحد ما بغى يعطيني شهاده السكنه، وصاوبت لاكارت. ومن قبل ما نصاوب لاكارت كنت كنمشي نرضع بنتي، وهي تقول لي هذيك اللي في الجمعيه قالت لي انت خاصك تدي بنتك ولا غنعطيوها لشي حد. قلت لها شوفي خليني اختي انا نصاوب لاكارت ونهز بنتي، راه ما عنديش فين نسكن انا وياها، ما كيدخلونيش. قالت لي الدور ديالها هي انها تحمي هاد الاطفال من الشارع ومن اللي ما كيلقاوش ماوى كيشدوها عندهم. وسختو انت هي ام اللي ما تخليتيش على وليداتك، انت هي ام غير ربما تمرينا بظروف صعبه اللي خلاتك تضطري تخلي بنتك باش ما تباتش معك في الزنقه، وكتمشي كتردها باي حق غيقولوا لك غنديوها لك ولا نبيعوها لك ولا نعطيوها لشي عائله. هاد الجمعيات اختي كيشدوا الدراري وكيطلقوا الامهات في الزنقه باش يزيدوا ولدوا لهم الاولاد ويعاودوا يبيعوا يشروا فيهم. انا كنقول الحقيقه وهادي حقيقه خصني يعرفها العالم كامل، كيشدوا الدراري وكيبيعوهم. علاش ما تشدوش الدريه والام ودخلوا الام تندمج في المجتمع وتعلموها حرفه وتخرجوها تخدم؟ هند اختي اليوم شنو كتطلبي؟ انا كنطلب المغاربه يوقفوا معايا، انا بغيت نداوى، انا غادا الحماق ولا غندير شي كارثه في راسي. انا عييت، انا تخنقت، انا ما دايره والو، انا ماشي مشركه، انا ماشي خايبه، انا عييت. انا بنتي غتضع مني اليوم ولا غدا ولا غنضيع انا وياها. الله يرحم لكم الوالدين لما وقفوا معايا، راني تخنقت، راني تخنقت وعييت. الله يرحم لكم الوالدين. مشاهدينا الكرام وصلتم على نهايه الفيديو، غادي نضطر نوقف لان الحاله ديال هند صراحه حاله صعيبه بزاف. كيف ما شفتوا هناك مشاكل ديال المافيات ديال التجار في الدين، مافيات اللي كاين اليوم كينوضوا كيديروا لنا التنصير للوليدات ديالنا للشباب ديالنا. ذاهيك عن الجمعيات الحقوقيه اللي كتسمي راسها جمعيات حقوقيه ياخذون الدعم، ولكن في الاخير ما كيعاونوا حتى شي واحد. حشومه هذه ماشي اول حاله ولا ثاني حاله ولا 10 حاله كنصوروا معها اللي كتقول لنا نفس الشيء. عافاكم تفعلوا مع هذا الفيديو، كنتمنى ان الصوت ديال الهند يوصل والصوت ديالنا حتى حنا يوصل للجميع، يوصل القلوب ديالكم ويوصل للمسؤولين، ويكون ان شاء الله ياخذوا الاجراء المناسب وفي الوقت المناسب قبل ما هند تكون هي ضحيه عاوتاني ونضطروا اننا نقولوا يا ريت. شكرا لكم، كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا، اشرف عوينة، لنا الصوره ولكم التعليق، والى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.